واحد من الطلاب كلمني عند باب الاداره وقال يا ابو عبد الله، طبعا انا دائما اقول زملاء المدراء اكسروا المسميات، ترك بيئه تعليميه، لا تقول مدير وكيل موجه، خليك بالافضل، يعني الكلام بعفويه جميل. قال ابو عبد الله عندي لك قصه. قلت سم. قال انت فاضي؟ قلت ايه. فجينا بندخل قال لا خلاص هونت. قلت ليه؟ قال اخاف تضحك علي. قلت لا ابدا، لك الامان ان شاء الله تبي تكون القصه خاصه، اذا كانت تبي تنشر او يعني على قولتهم المجالس بالامانات لا يضيق صدرك. قال حصلت لنا الاسبوع الماضي قصه انا ورفيقي، والله اني يعني ابى اقول اهلك وعلق على كيفك، يعني هو حبيب الطالب وكذا. يقول مريت رفيقي وقلنا نبي نكشت بعد السيول الاخيره، لكني اخذت الموتر بدون اذن ابوي، الولد صغير شوي. قلت له يا فلان بدينا بالخطا الحين، انت تنشبن بامور. قال لا ما جاء الى الان الشاهد من السالفه. يقول طلعت انا وياه اخذنا معنا كاتمنا واغراض الطبخ البسيط اثنين احنا، ونبي هالنفت عقب ما شاء الله روياني، ونبي نتمشى ونبي نجي مسيان. يقول يوم دخلنا النفود، طبعا كلهم محيطه بريده ما بعدوا، واخذنا لنا خبتين، دخلوا لهم خبه، المهم انهم دخلوا براس نفود انسان ونشب الموتر، يعني غرز تغريزة قشرة شوي. شباب ولا عندهم خبر للبر، مهنة زود وكذا وبيشوا. هو يعترف على نفسه يقول أنا أبوي بيجي مع الأخير وأنا لازم أجيب السيارة، وأنا مالي خبر بالسيارات بالغراز وكذا. رفيقي يقول والله ما بقل شوي ويصيح، يعني خفنا والله شوي، يعني تعرف بأول ثانوي وثالث ثانوي وصغارين. فيقول المشكلة منا بنتصل عليه، ويعني صار عندهم شوي ربك باحتواء الموقف أو إنقاذ الموقف. يقول طرأ علي حاجة، قلت الرفيقي حنا درسنا عند فلان سمالي المعلم قصة اللي ينطبق عليهم الغار، وأنا وأنت ورا ما يعني اذا كان عندك شيء، هو يقولها بتلقائيه، انا ماسك نفسي لانه هو متحمس، لانه هو جالس يصور نفسه مع قصه بالقران. فيقول قلت له شف اذا كنت عندك شيء ما حد درابه اقعد هناك وقل يا ربي ان كان ان شاء الله لله لك يا ربي يسر امرنا، وانا ابى اسير الحالي. يقول اول الامر رفيقي اخذ الموضوع شوي، يعني يقول قلت له ترى ان شاء الله ربي بوفقنا، لانه لا صار واحد مسوي شيء لله يبي يسر الله. يقول وانا والله اذكر لي حاجه وابدا اقول يا ربي يسر امري ويا ربي استر علي ولا يدري ابوي، تعرفون الدعاء التلقائي ما في اجمل منه. يقول سبحان الله العظيم نسمنا الكفرات ومر من عندنا واحد واستفزعنا وطلع الموتر وجينا للبيت، وابوي صار مر عمل لي وتاخر شوي بعد ما جاء، ورجعت القواعد سالمة ومورنا تمام، والموتر ما جاو شيء، وشلون طلع ما أدري. أنا أقول يا جماعة وقفة بس سريع لهالموقف، يا ليتنا نعود. أنا طبعا بعد ما انتهى والله وقفت ما استطعت أعلق، قلت أقسم لك بالله يا فلان أنك عطيتنا أن درس في الحياة. الخبيئة يا جماعة ليست للكبيرة والصغيرة والمرأة أو الرجل، الخبيئة لكل مسلم، علاقته بالله عز وجل. الزملاء تو يتحدثون عن الوحدانية وأن الإنسان يرتبط بالله عز وجل. ما أجمل أن نعود عيالنا، ما أجمل أن نعود أنفسنا. اجعل لك خط لا يعلم به البشر أبدا، قد يكون هو سبب نجاتك في الدنيا من معضلة أو في الآخرة، وقد يجتمع الأمران، فضل الله واسع. نعود عيالنا يا وليدي ترى بعض الصداقات جميل انه لا حد يدري، جميل انه يكون في بعض المشاهد الحلوه انك يعني تشجع الولد بالصدقه مثلا، لكن ليس كل صدقه تعلن،
وليس كل عمل يظهر، وليس كل عمل يثنى عليه. نعود عيالنا، نعود زوجاتنا، نعود خواتنا، نعود أهلنا كلنا، أنه لابد يكون الواحد يكون له خبيئة هي تكون إن شاء الله سبب الفلاح والسعادة بالدنيا والآخرة. فمثل هذا الموقف جميل، وعلى ما علق عليه أستاذنا أبو سعد، يا سعد المعلم اللي شرح هذه القصة العجيبة، يعني هذا الرجل تسبب بالأجر وهو ما يعلم. شوفوا الشباب أخذوا الدرس وطبقوا يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع يكون له خبيئا في العمل كما صحح الألباني، طبقوا عمليا وأجروا، والرجال جالس عند عياله. أثر التربية وأثر التعليم، لا تعتقد أنه قد يأتيك بعد سنوات، وقد يأتيك وأنت في قبرك. يعني نغتنم مثل هالوقفات الجميلة اللي يكون لها أثر في زراعة القيم لدى أنفسنا قبل أبنائنا.